وتأكيدا بقى لكلامك على مسألة ان كهربا ما تحسيش ولو للحظة ان بقاله فترة طويلة غايب، يعني الحقيقة العكس الصحيح هو اللي حصل، وكأنه لم يغب اصلا بأي حال من الاحوال. امبارح لعب ماتش رائع، غير كمان الاتنين اسيست والهدف اللي سجلهم. لا كهربا المعتاد اللي احنا عارفينه، وحشنا لعبه، وحشنا ستايل، وحشنا الكاريزما بتاعته، عنده خصوصية شديدة جدا طبعا. يعني بعد الفترة الطويلة دي من التوقف، اول ماتش يرجع فيه خد من خلاله مان اوف ذا ماتش، فدي دي في حد ذاتها تؤكد على ان هو فعلا لا ده كهربا اللي احنا عارفينه. برده من ضمن اللقطات الحلوه قوي قوي امبارح، لمت الفريق حوالين بعض بعد الاحتفال، يعني بعد ما كل هدف بيتسجل والاحتفال الفريق بالكامل بما فيهم الاحتياطي، لا في فرحه عارمه حلوه قوي 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 الروح دي الحقيقه. وان شاء الله برده ان شاء الله زي ما انت بتقولي كده يوم السبت نستمتع بماتش قوي جدا من قبل النادي الاهلي باذن الله. لازم نحضره ده. دي اللمه اللي بقول لك عليها بقى. يعني بصي كله يعني بالاحتياطي بالجهاز الطبي بالجهاز، يعني حاجه جميله جدا. حلوة بصراحة. ربنا يديم الفرحه يا رب دايما في النادي الاهلي.